يسعد مساكم أعزائي المشاهدين بكل خير وسعادة، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من سلسلة حلقات برنامج بانوراما غزة. هالبرنامج يلي بيسلط الضوء على عدة زوايا وقضايا محورية جوهرية في قطاع غزة، لنرى هذه المدينة المحاصرة بحلة بهية جميلة وإطلالة مميزة، مع عراقة هالمكان اللي احنا متواجدين فيه والممزوج بعبق الماضي الجميل. رح نحكي عن معرض الفن التشكيلي الذي يحمل عنوان نحن هنا بمشاركة 35 فنان وفنانة من مدينة غزة. بالفعل سالي، مثل ما حكيتي اليوم مشاهدينا الكرام، إطلالة اليوم هي تحمل بين جنبات هذا المنزل التاريخ القديم العريق لمدينة غزة، واللي هي من أقدم المدن حول العالم. وأيضا راح نتابع جمالية الفن التشكيلي، انتقائية هالفنانين، أفكار هالفنانين، وماذا يدور في بالهم والرسائل الموجودة بهاي اللوحات. أكيد نقاشنا على مدار الحلقة راح يكون مع المسؤول عن فريق وتجمع بلكتة للفن التشكيلي، هو الأستاذ غانم الدن، واللي أيضا مسؤول عن معرض نحن هنا حسب المسمى، اللي كمان راح نعرف عن هذا المسمى. بداية خلينا نبدأ عن تجمع أو فريق بلتة للفن التشكيلي، عن السنوات الطويلة لهذا التجمع وعن أهدافه أيضا. حياكم الله. طبعا مجموعة بلتة للفن التشكيلي الفلسطيني المعاصر في فلسطين أنشأت عام 96 بعدد 15 فنان تشكيلي، وتواصلت عبر الزمن طول الفترة السابقة بأنشطة متعددة، من ضمنها رسم الجداريات الفنية في بعض المشاريع بالمؤسسات المحلية، جدران الشوارع، المؤسسات، المدارس، ما إلى آخره. مارست عدة أنشطة، من ضمنها طبعا خلفيات الديكور في أكثر من مسرحية أو أوبريت أو ما شابه على مسرح رشاد الشوى أو أماكن أخرى. غطت العديد من الأنشطة الفنية والإعلامية والفنية المتعددة في إطار الفن التشكيلي، بالإضافة لبعض الأنشطة والمعارض المحلية والخارجية في الإطار الإقليمي. طبعا باليتا ضمت مجموعة أخرى من الفنانين الشباب، وطول السنوات وهي بلتحق فيها العديد من الفنانين بتواصل تجاربها ورش عملها الفنية اكتشاف ما هو جديد ومواكبة المعاصرة الفنية والتجريب في الفن. طبعا عندنا كثير من الأنشطة على مدار السنوات الماضية، ولكن كان بحذونا الأمل لأنه يكون في لنا مكان، وهذا المكان اللي يكون يعني نقطة ارتكاز للانطلاق لفضاء أوسع ومجال أوسع لنا، فكان هذا المكان ووصلنا لأنه يكون اليوم معرضنا. لنقول نحن هنا مش فقط مجموعة باليتا، لا، هي مجموعة باليتا جزء مكمل للمشهد البصري الفلسطيني مع كل المجموعات العاملة في غزة، خاصة في ظل غياب المؤسسة الرسمية وغياب الجهات اللي ممكن تكون بتمثل الحاضنة يعني لإلنا كمبدعين وفنانين في كل المجالات. طبعا طيب أستاذ يعني غانم، لو سألناك عن سبب اختيار هالمكان الجميل أحد بيوت غزة العتيقة لتقيموا هالمعرض اللي خاص بالفن التشكيلي من خلال هالفنانين المميزين والمبدعين من قطاع غزة، فشو الدافع من وجود هاللوحات على جدار هالمكان العتيق؟ تمام. لما كنا بنمر كأفراد أو كبشر في غزة ونمشي في شوارع المدينة القديمة، كنا بنشتم رائحة زكية، رائحة مختلطة غريبة. صحيح. هذه الرائحة كانت بتدي نشوة في أرواحنا فتنتشي، فكنا بنشعر كثير من الأحيان بأنه هذا الغبار لابد من أنه يجي حد يتك الغبار هذا ويزيل الركام عن هذه الأماكن ويحييها من أول وجديد، وفاء لأهلها، وفاء لأصحابها السابقين، وفاء لتاريخها غزة. كنا بنشعر بأنه إحنا يعني يلقى على عاتقنا مسؤولية، هذه المسؤولية وأمانة، أمانة أدبية وأخلاقية، أنه هذه المدينة لابد أن نحافظ على إرثها وعلى حضارتها وعلى ماضيها من خلال مستقبلها. فإحنا كفنانين يعني كنا بنشعر بأنه حتى لما بنرسم إحنا هذه الجدران بلونها اللي هو مرتبط بلوننا، بلون أجسامنا. صحيح. فكنا بنشعر بأنه هذه التربة إحنا منها، هذا الأحجار الموجودة بتتكلم ولكن مركونة بحكم مزاحمة الإنسان في غزة نحو الحياة،
فبترك هذه الأماكن وبسعى نحو رزق لقمة عيشه ورزقه وما إلى آخره. كنت في مكان ثاني. ملامح الحداثة أيضاً. تمام. اللي طغت وغطت. بالفعل المنازل العتيقة. وقدي أنا بحب الأماكن القديمة يا تغريد، وبحب بيتنا القديم وبحب أجواء أيام الطفولة، وكتير بحن لهالأماكن الحلوة هاي. يمكن الحنين هو اللي خلى، يعني مثل ما بتحكي عن حنين المنازل القديمة. صحيح. كان فكرتكم للتواجد بهذا المعرض اللي سمي نحن هنا. نحن هنا. وكمان يمكن البيت له قصة وله خصوصية، حتى أقواسه اللي داخل كل قوس انتو اخترت يكون فيه لوحة، وهي 35 لوحة تقريبا في هذا المعرض. تمام. طبعا هذه الأقواس وهذه الجدران، الارتباط الأساسي بيننا يعني بيننا وما بينها كناس بتعيش هذا الزمن وبتعيش واقعها الملموس الموجود أو بقاياها، بنشعر بأنه هي اكتمال لإلنا، وهي المرآة تبعتنا، مرآتنا في لوننا البشري، في لون بشرتنا. صحيح. فهي بنشعر بالطمأنينة والراحة والتكامل معها، فعشان هيك بنشعر بأنه روحنا بترتد إلنا لما بنشوف الأقواس هذه في عملية الارتداد. يعني دي بتذكرنا بالماضي البصري. الجميل. صحيح. فهنا راحتنا النفسية في إن بنشعر أنفسنا في إنه هذه الأقواس اللي بتديناش خطوط حادة، بتدينا خطوط لينة، هذه الخطوط المنحنية. صحيح. بتشعرنا بالطمأنينة وارتداد الروح لإلنا وما إلى آخره. فهنا حبينا إنه يكون في ملامسة قريبة ومزاوجة ما بين فن المعاصر وما بين هذا القدم، ما بين ما ننتجه حاليا وما بين أنتجوا أجدادنا السابقين. هنا بنقول في هذا الموضوع بالذات انه طالما احنا شعبنا حي مش ممكن يندثر تاريخنا، ومش صحيح. ممكن الا انه يكون حتى مستقبلنا مشرق، لانه مرتبط في تاريخ ومرتبط بإرث حضاري وإنساني كبير. لما كنا بنمر ونشوف هذه الأماكن كنا بنشعر بانه في شيء مطلوب منا، وكأنه في استدعاء، حالة الاستدعاء، أجدادنا بيستدعونا، يعني بيستدعونا لأن أعطونا حاضركم، إحنا أعطيناكم ماضينا، أعطونا حاضركم فرجونا إياه، فكيف بدنا نفرجيهم إياه وهذه الأماكن مهملة؟ ولا ربما الماضي أجمل دائماً. يعني تغريد قدي إحنا انبسطنا لما فتنا هالبيت، وحسينا إنه حننبسط أكتر لو عشنا بهاي الأجواء وهذا. صحيح. البيت القديم والعتيق. صحيح. لهيك يمكن رح نرجع من قصة المنزل اللي كان فيه القنصل البريطاني سابقا، وقدي كان فيه كمان في كل زاوية نضال للحفاظ على هذا الإرث، واخترتوا كمان كل زوايا ليكون داخلها أكثر من 35 لوحة لفنان تشكيلي فلسطيني بكل الأعمار بكل الأفكار بكل الملامح في زوايا المنزل. تمام. من فترة يعني وإحنا بنلف وبنشوف الأماكن عرفنا بأنه مركز عمارة التراث إيوان هو اللي بيشرف على بعض البيوت لإعادة ترميمها وإحيائها وما إلى آخره، وأنه في مجال لأنه يكون في تعاون مشترك وشراكة معهم، فبادرنا بأنه إحنا نكون مبادرين، ولابد من أنه في مجتمعنا كل أجيالنا نقولها لابد من المبادرة، فبادرنا بأنه طرقنا الأبواب، وكانت في الشراكة مع إيوان إن نكون في المكان ونحيي في المجال الفني. طبعا حصل الانهيار الموجود، لأنه هذا البيت بيعود لورثة حسين شهاب الدين الغصين الله يرحمه. طبعا لما أخذنا المكان أخذناه بعد مكان إنه حصل فيه انهيار سابق في جزء في أثناء عملية الترميم، ولكن هل كان هذا هو معيق؟ لا، بالعكس كان حافز لإلنا، لا إنه يزال الركام إلى جانب وتستمر عجلة الحياة لإظهار بأنه حتى لو انهار صار انهيارات جزئية في هذا المكان، إلا إنه المكمل البصري حيكمل شيء ويوصل الصورة والرسالة، والحمد لله. يعني كان في نجاح بأنه وصلنا لهذا الأمر وحققنا من خلال وجود المعرض. فالمعرض يعني لما أجا نتاج تعاون مشترك مع مش فقط إيوان، ولكن حتى الورثة مشكورين، ورثة آل الغصين طبعا اللي حافظوا على هذا المكان، ونقدم لهم شكرنا وتقديرنا واعتزازنا كجيل بيعايش المرحلة، بنقول لهم ألف شكر لجهودكم لاعتبار أنهم حافظوا على هذا الإرث الحضاري والإنساني والقيمي في مجتمعنا، وأنه عانوا أجدادهم سابقا وأبياتهم سابقا من خلال
انه كان القنصل البريطاني مستولي على البيت واخذوه حسب ما حكت لي احدى كبيرات آل الغصين بانه حصلوا عليه من خلال حكم محكمه في وادي حنين واستطاعوا انهم يعيدوا البيت ويستعيدوه. طبعا اجت هذه رحله من النضال، واجت رحلتنا اخرى تكمل وتقول انه هذا البيت يمارس فيه نضال اخر، نضال من خلال الريشه ومن خلال الكلمه والثقافه والكلمه الحره، ومن خلال حتى اللقاء الصحفي ومن خلال الحضور الثقافي والنخبوي، انه وجود الاطفال وجود الناس وجود الماره والحاره. وهذا اللي لفت انتباهي انه اطفال المدرسه متواجدين اللي في الازقه والاحياء القريبه والحارات الصغيره من البلده القديمه كمان بيتواجدوا، انه المكان مش بس للصفوه والنخبه والثقافه، يعني كبار الثقافه او كبار الساسه، كمان العامه من الناس قدروا انهم يتواجدوا ما بين التاريخ وما بين الفن. وكمان يعني زي ما قالت تغريد انه الكل بيرتاد هالمكان، الكل بيتفرج على اللوحات، والكل كمان انه بيتفرج على قد ايه هالمكان اللي البيت اللي العتيق من بيوت غزه قد ايه في نضال زي ما انت ذكرت، قد ايه كمان انه انت بتجمع المعلومات من خلال سيده من سيدات هالبيت اللي عاشت فيه واللي شافت يعني قد ايه هالبيت كان فيه عبق الماضي الجميل. لكن كمان لو نحكي عن اقبال المواطنين اولا على انهم زياره البيت، ثانيا على زياره المعرض، كيف بتشوف هالشغف هذا عند المواطنين؟ الشغف لاحظناه في لحظه الافتتاح لما دعينا، كنا متعمدين بانه احنا كمان لابد من انه كل العناصر تكتمل، فكان العنصر الاساسي بانه مش فقط دعينا المجتمع، احنا دعينا كبارنا، دعينا الجميع بما في العائله بما في الجيران المناطق القريبة، مدرسين الفنون في المدارس القريبة ككل، طبعا من خلال المدارس من خلال الجامعات والمؤسسات وكل الجهات اللي بتستطيع انها تطرق الباب وتوصل وتكون معنا، بالإضافة ل طبعا الكتاب والأدباء والشعراء والمبدعين بكل المجالات. فلما صار الافتتاح كنا بنلاحظ انه حتى الجيران والمارة كانوا معنا وبيشهدوا معنا بغض النظر بكل يعني الأشكال المجتمعية كانت بتتوحد في الحضور. فكان وأنا بدي أعرج على نقطة مهمة، أنه إحنا في افتتاحنا ما كناش يعني كتير مشدودين لأنه يعني يكون الافتتاح بالشكل الرسمي اللي دائما البروتوكولي بشخصية سياسية تفتتح المكان، لا كنا حابين نقول أنه بالإمكان أنه يكون فنان من كبارنا اللي أقعدهم المرض والزمن ان نجيبه على كروستو وهو اللي يفتتح المكان. وطبعا حال المرض انه هو يكون موجود، ولكن في كلمة الافتتاح احنا افتتحنا من خلال كلمة وتحية منه الى الجميع، وللتأكيد بانه هذه الاجيال بتتواصل، وهذا المكان ضمن الارث التاريخي. احنا بنقول انه احنا كمان تاريخنا في الفن كبير، وتاريخنا في الفن مشرق ومبعث للمفخرة، وكبارنا نجلهم ونقدرهم. طبعا لما صار الافتتاح واجوا الناس وصرنا نشعر بانه يعني في حضور كثيف الحمد لله رب العالمين لمعرفة الفنانين ومعرفة اللوحات ومعرفة المكان، والسؤال الدائم عند الجميع شو بتعرضوا جوا في معرض، طب تعالوا تفضلوا. فالاطفال لما بيجوا حتى البنات وطلبة الجامعات لما بيجوا بيشعروا بأنه في شيء جديد حتى في طبيعة العرض ضمن قاعات العرض في غزة، وهي النقطة اللي رح كمساحة جديدة يعني. صحيح. اللي رح نستكملها شرحا معك. لو تحدثنا عن هم تقريبا الغرف بعد الترميم عددها قليل، ولكن رغم هيك انتم استغلتوا كل المساحة اللي موجودة في المنزل، عدد اللوحات، عدد الفنانين المشاركين، الفحوى، المحتوى، المضمون في كل لوحة. تمام. من البداية كانت الفكرة بأنه لابد من أنه إحنا هذا المعرض ما يكونش مقتصر على عدد محدد من الفنانين، فحبينا تكون الدعوة يعني لا تشمل أكبر عدد ممكن من الفنانين المتميزين في غزة بشكل عام، وكل فنانين في غزة للعلم متميزين. فبعتنا الدعوة للي استطعنا أن نوصل له، كانت الدعوات بتفوق السبعين، وكنا حابين انه تكون مشاركتنا يعني مش كتير مشكله حتى لو بدنا نعرض في في حتى في 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 الجنينه، ولكن المهم انه المكان يشارك فيه الجميع والكل يكون شاعرين بانهم شركاء في هذه الحاله،
التشكيلية في ظل حالة من الضبابية، وأنه في انحصار في العرض في غزة، خاصة في ظل المرحلة الأخيرة. ولنقول كمان رسالة مهمة كتير، بأنه في فن قوي في غزة بيظهر في مناطق بيظهر عليها ركامها، بيظهر ركامها ولكن بتظهر الحياة، وأنه الطاقات اللي بتنهار إحنا بنستغلها وبننطلق منها للفضاء. صحيح أستاذ غانم، يعني كمان يعني لو بدنا نحكي عن أنه هالمكان جمع الكتاب، جمع المبدعين المثقفين، وصولا إلى الرسامين، رغم أنه لساته عم بترمم المكان، لكن أنتوا أصريتوا أنكم توضعوا هاللوحات الجميلة على جداريات هالمكان لتحافظوا على الهوية الفلسطينية. قدي أنه كان في صعوبات معيقات واجهتكم وقدرتوا أنكم تتحدوها وتستمروا في هذا المعرض؟ تمام، كان السؤال اللي بيطرح نفسه انه بدنا نقيم معرض. طب احنا انا احتياجات مطلوبه، وانا مطبوعات، وانا ادوات ومواد. بالضبط، فمباشره بلشنا الاتصال بكل الاصدقاء ومعارفنا من خلال علاقاتنا الشخصيه، وكان التبرع من قبل بعض المطابع لنا، من قبل بعض الجهات المحليه بانها ساعدتنا، بعض شركائنا كمان حتى واصدقائنا الفنانين من خلال مؤسسات زي مركز غزه للثقافه والفنون. طبعا اتكاثفت الجهود، وخلال اسبوع زمان كان المعرض قائم، فتغلبنا على هذا الصعاب. ولكن في شيء انه ال 35 فنان بيمثلوا شريحه من شرائح الفنانين، شريحه، هذه الشريحه طبعا مختلفه في الاطار العمري، ومختلفه في المدارس الفنيه، مختلفه في الاتجاهات والرؤى التشكيليه، كل واحد ولكن رؤيته. قدمت نقطه من بحر ابداعها ليكتمل المشهد في المعرض. طبعا هذا العرض هو ضمن طموحنا حتى في المرحله القادمه، انه يكون في تواصل في وجود حاله تشكيليه في هذا المكان وحاله ثقافيه زي ما تفضلتي. واحنا بنرحب بكل الصالونات الادبيه والمبدعين لانه يتواصلوا معنا، وأنه يكون في اكتمال لنشاطاتنا. إذن رح نختم يعني أستاذ غانم بأنه نحن هنا سيبقى وسيستمر، وهي الحالة التشكيلية الجميلة الموجودة في كل اللوحات رح تبقى ورح تستمر بمختلف مدارسها، وبتضلها نقطة من بحر مثل ما تحدثت من جمالية الفن التشكيلي في غزة. خلينا نختم معك. صحيح، طبعا نحن هنا هي كلمة عميقة كبيرة، لأنه إحنا بنحلم وبنأمل وبنطمح وبنلعب وبنسرح وبننتكب وبننكبت وما إلى آخره، ولكن إحنا بنرسم وبنرسم وبنرسم لنقول إنه الألوان بتشكل مش فقط من ألوان الطيف، إحنا بنغزل لوحاتنا، لا، بنغزل أحلامنا من خلال رؤى تستشرف المستقبل وتقول بإنه المجتمع الفلسطيني حي، وإنه الإبداع الفلسطيني لا يتوقف، وإنه في كل مكان وفي كل زمان إحنا محاكاة لرؤية جديدة. صحيح. رؤية جديدة تليق بطموحنا وأمالنا وتليق في كل نضالاتنا. صحيح، إذن هيك مشاهدينا الكرام من خلال زوايا المعرض الجميل في إحدى أقدم المنازل هنا في مدينة غزة، وهي من أقدم مدن العالم، يعني كنا بنتمنى أنه هالحوار يطول أكثر وإطلالة هالزوايا وهاللوحات تطول أكثر، لكن نكتفي بهذا القدر مع الفنان القدير. مشكور. أشكر. على حديثه لحلقتنا الاستثنائية بإطلالتها اليوم من بيت آل غصين الأثري العتيق القديم ومعرض نحن هنا. المزيد دائما في الحلقات القادمة. شكرا لكم وشكرا لضيفنا الأستاذ غانم الدن، واللي هو طبعا ضمن مجموعة من الفنانين التشكيليين اللي آثروا على استكمال المزيد من مراحل جمالية الفن التشكيلي برغم كل الصعوبات هنا في قطاع غزة. شكرا كمان لزميلتي وشكرا لمتابعتكم. إلى اللقاء.